وانتو بخير يا حبابي، كل عام وانتو بخير، طول العمر والزمان ان شاء الله. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير، عيدكم مبارك سعيد، تعيدوا بالصحة والهنا وباش تمنيتو ان شاء الله. حبايبي اليوم غادي ندوزو معايا نهار انا واختي الحبيبة ديالي، غادي نخرج انا وياها خريجة، غادي نمشيو لا بريفيكتور ان شاء الله، عندنا شي وريقات تما كاين غنقريوهم في افينيو، ومن بعد غادي نمشيو لفلانش نتغداو ضروري، ندوزو لأوشان تيكون معايا لأوشان نضربو دورة خفيفة، ونمشيو لايكيا البنات. ايكيا ناخذ منها افكار، كتعرفوا ايكيا راه فيها افكار غزاله وزوينه، نضربوا فيها دوره، ومن بعد غادي نمشيو لواحد الفيرما نجيبوا الحليب ان شاء الله بحول الله. يلاه بقاو معايا البنات. كيف كتشوفوا هنا البنات، وصلنا لافينيو البنات. بالنسبه اللي عندها شي ورق في لا بريفيكتور ضروري خاصكم رونديفو البنات، الا ما كانش رونديفو راه خاصك تاخذيه من الانترنت. لا بريفيكتور ما يعطيوش الرونديفو، ما غاديش يهضروا معاك حتى فشي حاجه الا ما جبتيش الورقه في يدك ديال الرونديفو، يعني معلقي لك هاد الورقه هادي بارتو فلانت في عفوا في لا بريفيكتور، كيقول لك الا عندك الورقه ديال الرونديفو مرحبا، ما عندكش سير الانترنت وشد الرونديفو ديالك. وملي كتدخلي البنات باش تشدوا الرونديفو في الانترنت، غير بون كوراج وحق الله، روينه 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 باش تشدوا داك الرونديفو، لان كلشي باغي يشد الرونديفو. المهم البنات كي كتعرفوا ملي كندور بزاف كيجيني الجوع، غادي ندخلوا الفلانش نتغداو ان شاء الله بحول الله، ناكلو ونرتاحوا شويه، وهذيك الساعه غادي نكملوا ان شاء الله الجوله ديالنا. كيف كتشوفوا البنات فلانش راها معروفه بالاكل ديالها، الاكل ديالها زوين، انا بعدا كتعجبني، كيعجبني الاكل ديالها، لانه كتختاري راسك البيفي، كتختاري راسك انت شنو بغيتي تاكلي، وكتحضري يعني التفصيل ديالك بوحديتك. كيف كتشوفوا على حسب المشكل ديال الفيروس، ولاو المعالق والفرشيط وكل شيء ولاو كيغلفوهم بالكاريت، ما بقاش كيقيسوهم الناس كاملين. كيف كتشوفوا هنا كل واحد عنده الاختيار ديالو. بالنسبة للحلويات راه كتعرفوا البنات اللي راهم متبعين الريجيم، ردوا بالكم ما تغلبكمش هاد اللقطة ديال الحلويات، بالعكس راه غير فترة ودايزة، كملوا الريجيم ديالكم بالخصوص في الصيف، غادي تشربوا الماء يعني كيساعدكم. حنا البنات خدينا سمك، واحد النوع ديال السمك غزال البنات فلانش، يعني حتى كتجي عاد كتكومانديه عاد كيديروه لك في الفرن، احسن من هذاك اللي كيكون مقلي في الزيت. كيف كتشوفوا البنات خديت انايا بلا ديال الخضر، خديته انا اللي اختاريت راسي شنو ناخذ، وهذا السمك اللي قلت لكم البنات حتى اختي ديالي خداته، يعني راه غزال البنات هذا، وهي خلاص زالت الخبز وزالت الرز، كنعرفها الهرقاويه الا ما كلاتش بزاف ما كترصاش. غادي تسمع في هذا البلوك هذا تقول لي كي رديتيني انا هرقاويه. دزنا البنات صافي ملي تغدينا دزنا الاوشا، هانتوما كيف كتشوفوا حاطين حويجات زوينين على حسب الصيف، يعني على حسب البحر على حسب الخريجات وكل شيء، داكشي ديال الصيف راه حاطين حويجات زوينين سيكان الوليدات، يعني بصراحه فيها ما يتقرقب كما كنقولوا، اللي بغى ياخذ حويجات راهم كاين شي حويجات اللي غادي يحتاجوا لهم يعني العام كامل، لان هاد السويكات هادو هدو كيبقاو عندهم حتى المدرسه ملي كيكون عندهم رحلات خرجات هكذا لا بيسين شي حاجه راه كيحتاجوهم، واللي بغات تستيكي على البالكو ديالها علاش لا، يعني حويجات كيكونوا ساهلين وبساط، ولكن ملي كنحطوهم ونقادوهم راهم زوينين. الحصايره البنات بلا ما تشلوهم من فرنسا، 4000 ريال الحصيره صغيره، خليتها تمشيو للمغرب وما فرنسا ما يلقلكمش الحصاير. هانتوما كيف كتشوفوا البنات يعني كاين شي حويجات، هاد السويكات هادو حتى هما ديال الوليدات، يعني يدوزوا بهم الصيف ويحتاجوهم حتى وقت المدرسه، يعني دوك البويطات، يعني دوك البويطات الصغارين كيديروا فيهم داك الكوتي ديالهم اللي كيخرجوا من المدرسه وكل شيء. صافي ضربنا دوره خفيفه في اوشا، ودابا طالعين الايكيا. ايكيا انا كنحماق على ايكيا البنات، ايكيا كتحمقني علاش، لانها كتوريك واحد البياسه يعني واحد البيت غير صغير
وكيستغلوا لك البليصه بليصه بليصه، ويعني كتلقاي انك دايره فيها بزاف ديال الحوايج اللي حنا كنقولوا لا انا عندي الضيق ما نقدرش. ولكن ملي كتمشي لايكيا كتعطيك افكار بصراحه، كتعطيك افكار. هانتوما كيكون واحد صال دو بان غير صغيور وعاطيك افكار باش انك تستفي فيه كل شيء ويهز لك اكثر من داكشي اللي عندك. هانت هزل داير البلاصه ديال الماكينه ودايرين ديال الطبين ودايرين لك فيها الماكينه ديال الخياطه، دايرين فيها زعما. بصراحه انا كتعجبني ايكيا بالافكار ديالها، واخا ما كنكونش غنشري شي حاجه كنمشي لتما نشوف غير هذوك الافكار كيعجبوني كل حاجه وكيلقاو لها البلاصه ديالها. والطبيله كتلقيها غير صغيره، كوزينه عاوتاني المطبخ كتلقاوها غير صغير، ودايرين لو بليستو لانهم معروف عليهم الفرنسيين الطبلة خاصة تكون في المطبخ ضروري.
شوف البنات، الغرفة ديال هذه البيوتات عجبتني، واللي عجبني فيها اكثر هو هذا الممر. هذا الغرفة الاخرى، يعني ديال الاخ ديالها ولا ديال الاخت ديالها. عجبتني ديك الطريقة هذيك غزيولة. وغادي يعجبني السقف البنات الفوق، شوفوا دوك الوريضات عتي روعه، عجبوني. عجبتني هكاك ديك الطريقه ديال الورد هكاك. وهاد الطابلويات هادو اللي كل طابلو كديري فيه الحرف من الاسم، يعني الا كان الاسم فيه 5 الحروف يعني 5 ديال الطابلويات. وهادي خلاص هنا غرفه للاولاد، وداك الممر هو اللي عجبني اكثر اكثر. وخلاص هنا فين ينظموا الالعاب ديالهم، يعني دائما اللي كيكونوا كبارين لتحت، واللي صغار منهم واللي كيكون بحال شي حاجه الصباغه ولا هذا، من الاحسن تكون الفوق بعيد عليهم. وهادو الاضواء، اشكال زوينه 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 للغرف ديال الاطفال. واللي عجبني البنات هو السقف ديال هاد الغرفه هادي غزال بصراحه، عجبني. انا غادي نولي نوريه لكم، شفتوا البنات كيفاش دايز؟ غزال غزال غزال. يعني افكار بسيطه، ولكن كتبدل لك، يعني كتبدل لك داك الجو اللي فين ما مشيتي كتلقاي نفس الشكل اللي دخلتي عنده، كتلقيه داير بحال الاخر، الاخر داير بحال الاخر. لا كيعجبني انا دائما ندير شي حاجه اللي ما كنشوفهاش عند الاخرين، يمكن انانيه ولكن انا هكذا. كيعجبني دائما نكون دايره شي حاجه مختلفه على الاخرين، ولو تكون بسط من ديالهم ورخص من ديالهم، ولكن المهم تكون مختلفه. شوف البنات هاد التريا هادي غزاله، السيجور ولا لشي حاجه، والله الا غزاله روعه. كتعجبني حاجه تكون بسيطه ومختلفه. خلاص المكان المفضل وهو الورود، واحسن حاجه كتعجبني في ايكيا هو انها كتبيع لك الورد وكتبيع لك الفاز ديالو اسوختي معاه، يعني الالوان اللي بغيتهم. كانوا الناس بزاف في خساره، كانوا الناس بزاف ما قدرتش، وعييت باش انني نصور الورد كامل، لان كتعطيك شي الوان يعني اللي بغيت اسوختي مع الصالون ولا مع المطبخ ولا مع الغرفه ديالك، كل حاجه كتلقى داك اللون اللي كتقلب عليه. طبيعه الحال الا ما لقيتوش شي لون ديال شي فاز، راه كتعرفوا اشغال يدويه كملوا من عندكم. خلاص ديكورات هما، والناس اللي ما كتعيشلهمش النباتات في الدار، يعني من الاحسن انه يديروا لاخر اصطناعي. المهم العين كتشوف داك المنظر ديال الورود وديال الخضوره وكل شيء، كتعطيك واحد الراحه نفسيه حسن ما يكون تشوف غير حيوت قدامك، ما كاينش داك البهجه ديال الورود. يعني الطبيعه كتعطينا الراحه ديالها النفسيه، واخا انه غير بشوفه. هنا البنات ما قدرتش باش انني نكمل، صافي عييت، ما قدرتش باش نكمل كل حاجه نصورها بوحديتها. ولكن دائما كنقول لكم البنات اللي مهتمه بشي حاجه، يعني بالمطابخ ولا بالديكورات ولا بالغرف ولا شي حاجه، تخليها لي في التعليق، مشي نصور لها فيديو خاص بهم. صافي هنا البنات خرجنا مشينا لهذيك الفيرما نجيبو الحليب. كيف كتشوفوا هذه هي الضيعه ديال هذاك الفرنسي، ها هما دول البقيرات داخلين، لان وقتهم ديال الحليب باش غادي يحلبوا، لان كيقول لك اجي في الوقت ديال الحليب، وكيدخل هذوك البقرات ديالو حتى كيحلبهم، عاد كيفتح الباب ديال الكيرفا باش كيدخلوا الناس. سمعوا البنات هاد الصوت هذا عجبني، فكرني في الباديه ديال البلاد. دوك البريك بلاص، دوك العصافير كيف كيش كيتفتو، يعني الاجواء ديال الباديه زوينه. انا بعدا كنرتاح ملي كنمشي للباديه. هنا البنات ما قدرتش باش نصور الناس، كانوا الناس بالخصوص انهم عرب، العرب راك عارف ما كيتقبلوش انك تصوريهم ولا شي حاجه، ماشي بحال الفرنسيين عندهم عادي. صافي هنا البنات الحليب تاع بديت كنمخدو، عاد قلت علاش ما نوريش البنات طريقتي انا كيفاش كندير المخد. يعني جبناه مع الصهد، لغت ليه صباح بعشبعنا به دوران، يعني صباح رايب. انا كنمخدو البنات بهذا الطراب الكهربائي، ممتازه البنات.
ما كتعذبيش ودغيا كيتمخض ودغيا كيخرج الزبده ديالو. انتما كيف كتشوفوا البنات الضراب بدات كتلصق فيه الزبده، يعني بدات كتجمع كتكون. غادي نكمل هكذايا لحتى كيدير الزبده وكتشوفوا كيما قالوا صافي الزبده ديالكم تجمعات. هانتوما كيف كتشوفوا البنات تبارك الله ما شاء الله الخير. يعني هكذا كتحطيها للفطور للوليدات بعد شي حاجه طبيعيه وكتكوني عارفه راسك منين جبتيها، ما فيها لا مواد ما فيها والو، ما فيهاش جيك الدهون اللي ضاره، ما فيها تيش حاجه، وفي نفس الوقت كتفكرك في البلاد. انا كتعجبني هكذايا زبيده بلديه، شي حاجه كتحسي بها انك حاطاها في الطبله ديالك ونقيه وطبيعيه. وحتى اللبن البنات كيكون حتى هو شي حاجه اللي مزيانه. كنتمنى البنات انه يكون عجبتكم الخريجه ديالنا هذا النهار. انا بغيت نديرها معكم عاديه، يعني غندوزها معكم عاديه ما فيهاش لا زواق ولا حتى شي حاجه. كنتمنى حبيبي تكون عجبتكم هذه الخرجه هذه واستمتعتوا معايا. واي سؤال واي ملاحظه مرحبا والف مرحبا بكم. اللي مازال ما مشتركش مرحبا، شرفوني في القناه ديالي وشاركوا في قناتي. شكرا لكم حبيبي على اللايكات ديالكم وعلى تعاليقكم الجميله اللي كنقراها كامله. شكرا لكم من القلب حبيبي الغاليين، ومره اخرى عيدكم مبارك سعيد. وشكرا لكم حبيبي، وللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.